إذن حضرتك بتتكلم على الثنائي الشهير أحمد وزينب. انا بتكلم على الثنائي احمد وزينب وناس تانية، كل الناس أهو أصل دي الارزوقية. الطريقة. دي الطريقة، ناس أهو. الارزوقية في البسين، ومرة يقول لك انا طلقتها، مرة يقول لك اتجوزنا، مرة يقول لك رجعنا. نفسي افهم ملتهم ايه في الفكر وفي الإدارة، والناس اللي بتتابعهم على ايه. انا مفيش مرة تابعت الاستاذ احمد ولا مدام زينب، ربنا يديهم الصحة الجوز يعني، لا، واخد بالك؟ وبعدين هو لازم يحطك في حتة قال لك الكعبة، أمام الكعبة. دخل الكعبة. واعترض بقى، ربنا عارف عارف ربنا هيزعل منك. مدرسة المشاغبين، لا ولازم اعترض بقى على كلام ربنا. سعيد صالح لما قال الكلمة ولا دي، الشنطة فيها كتاب دين، شنطة فيها كتاب الشنطة فيها دين. كتاب دين هنا بس. فالإفيه راح يرجع لك من قدام الكعبة. فأنت مع احترامي للجوز اللي احنا شايفينهم، اللي كنا شايفينهم من شويه قدامنا، ناس مزعجه، ليهم جمهور. واحمد كان متهم في قضيه من شويه وما اعرفش الحكم كان فيها ايه. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا، قنوات الاسره العربيه.